عندي جدول اهو دلوقتي، اول مباراه ان شاء الله للنادي الاهلي سيلاقي نادي سموحه باستاد الجيش ببرج العرب الساعه 5:30 يوم 23/9. جدول محترم نزل لغايه نهايه شهر يناير اللي هو نهايه الدور الاول، بتوقيتاته بمواعيده بالاستادات، بفاضل عدد الجماهير والجمهور هيخش ازاي، فاضل عدد الجماهير يعني كل مباراه هيبقى ليها عدد جمهور اعتقد، ولكن انا ما اعرفش دي مش معلومه، ولكن انا بتوقع يعني كل ده هيتوقف على يوم الجمعه القادم على جمهور النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الزمالك، ولكن انا بتكلم هنا عن جمهور النادي الاهلي. مش عايزين حد يفضل يقعد بابور يسخ، مش عايزين الناس تسخ، عايزين الدنيا تهدى وعايزين نشوف مباراه في كره القدم. فريق النادي الاهلي احنا كاهلاويه بنعتبره افضل فريق، الزملكاويه بيعتبروا الزمالك افضل فريق، تمام، يبقى خلينا نشوف الملعب هيقول ايه، نفسنا نشوف مباراه في الملعب بعيدا عن اللي بيحصل بقى ده كله. نتمنى ان الامور تعدي، نتمنى ان شاء الله ان الجمهور يبقى متواجد. زي ما قلت لحضراتكم اللجنه الخماسيه حتى الان في النواحي التنظيميه ماشيه بشكل جيد جدا جدا، جدول الدوري اتحط، بصوا حضراتكم الجدول معايا كله اهو، يعني بسم الله ما شاء الله ورق كتير وحاجه حلوه، يعني يقول لك ايه، اول مباراه هتبقى في الدوري العام المصري السنه دي هتبقى طلائع الجيش والمقاولين العرب يوم 21/9 الساعه 3 ظهرا. تاني مباراه هتبقى الجونه والاسماعيلي في استاد الجونه الساعه 5:30. تالت مباراه هتبقى بيراميدز وامبي في استاد الدفاع الجوي الساعه 8. دي التلات مباريات اللي هتتلعب يوم السبت 21/9. يوم 22/9 الحد، انا مش هقرا لكم الجدول كله لكن انا بقرا الحاجات الحد، انا بوري حضراتكم ان احنا عندنا جدول لغايه، هقول لكم دلوقتي حالا، هات اخر صفحه يا سمير لو ينفع، لغايه يوم 24/1/2020 اخر مباراه هتتلعب في الدور الاول وادي دجله والمصري في استاد الجيش بالسويس الساعه 7:30 بالليل. هو ده التوقيتات اللي نازله في الجدول الدوري المصري الممتاز 2019/2020. فكل اللي انا بقوله ان عندنا جدول، عندنا مواعيد، عندنا مباريات هتتلعب فين، عندنا المباريات دي الاستادات اللي بتاعتها موجوده. زي ما قلت لحضراتكم هو ما فاضلش بس غير ان مين اللي هيلعب او عدد الجمهور اللي هيكون متواجد في المباريات بس، وكيفيه دخول الجمهور. فربنا يسهل ان شاء الله وكل الامور دي تتحط برضو خلال الايام القادمه. لو تفتكروا برضو انا قلت لحضراتكم ان كمان في لائحه للانضباط سيتم الاعلان عنها زي ما مصادرنا بتقول قبل يوم 21 القادم قبل بدايه الدوري العام، بحيث ان الناس كلها تبقى وصلت لها اللائحه وتوافق عليها، ويتم تطبيق هذه اللائحه على كل الانديه ال 18 نادي اللي موجودين من اول النادي الاهلي لغايه اقل ال 18 نادي كلهم انديه فوق دماغنا من فوق، الاهلي وبقيه الانديه 17 اللي موجودين، ان شاء الله تبقى لائحه رادعه للجميع. واذا اخطا اي لاعب، اي لاعب في المجموعه اللي موجوده ما تبقاش بقى فيها ايه على حسب الاهواء، ان النهارده لعيب طالع يشتم جمهور مع او جمهور فريق منافس مع جمهوره يبقى على حسب الاهواء، لا، يتحط لو حتى اللعيب ده في الاهلي. انا بتكلم مع حضراتكم وانا داخل قناه النادي الاهلي، حتى لو اللعيب ده في النادي الاهلي وشايفينه ان هو يستحق او اللائحه بتقول ان هو يستحق عقوبه يتم تطبيق العقوبه دي، ولكن يتم تطبيقها على الجميع، مش حد يطلع يزعق ويتكلم ويعمل تلاقي الموضوع اتغير، لا، احنا عايزين الموضوع لائحه، لو اخطا لاعب من النادي الاهلي يتم تطبيق اللائحه عليه، لو اخطا لاعب في نادي الزمالك يتم تطبيق اللائحه عليه، اخطا اللاعب في نادي الاسماعيلي يتم تطبيق اللائحه عليه. هو ده اللي احنا عايزينه، عمرنا ما طالبنا وقلنا ان النادي الاهلي يعني ما يتطبقش عليه اللائحه، لا، طبق حضرتك اللائحه ولكن طبقها على الجميع بعد اذنك. ده اذا طلعت يعني قبل يوم 21، وانا متاكد ان شاء الله ان هي هتطلع لانها حاجه مهمه جدا جدا يجب ان تكون متواجده خلال الفتره اللي جايه. حاضر.
عايزين نفكر حضراتكم بمباراه الاهلي. انت فكرك عاطف بيقول لي فكرهم يعني بمباراه الاهلي. هو انت جمهور النادي المباراه امتى ومش مستنيها ومش عارف هي امتى؟ انا هقولها يعني لانها خبر ولازم اقوله، لكن انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هو اللي ممكن يقول لنا مباريات النادي الاهلي امتى. الاسبوع الاول زي ما قلت لحضراتكم سموحه سيلاقي النادي الاهلي يوم 23/9/2019 الساعه 5:30 على استاد الجيش ببرج العرب. الاسبوع الثاني الاهلي سيلاقي الانتاج الحربي اللي هو يوم 2/10 الساعه 8 بالليل في استاد السلام. الاسبوع الثالث اسوان سيلاقي النادي الاهلي الساعه 3 عصرا في استاد اسوان يوم 5/10. الاسبوع الرابع الاهلي سيلاقي وصيف الدوري في العام السابق نادي الزمالك يوم 19/10/2019 الساعه 8 بالليل في استاد القاهره. الاسبوع الخامس الجونه سيلاقي النادي الاهلي يوم 23/10 الساعه 5:30 في استاد الجونه. الاسبوع السادس الاهلي سيلاقي النادي المصري مؤجل الى 5 بصوا حضراتكم كمان ده الواحد يعني لولا الملامه يعني يلا. الاهلي سيلاقي النادي المصري وبعدين بين قوسين مؤجل الى 5/1/2020 الساعه 7:30 في استاد الجيش ببرج العرب. تخيلوا حضراتكم ان ده بيحصل. انا هقوم اصلي ركعتين لله ان انا شفت حاجه زي دي. يعني الاسبوع السادس الاهلي سيلاقي النادي المصري، فقال لك ايه؟ مؤجل الى 5/1/2020 الساعه 7:30 في استاد الجيش ببرج العرب. ماشي. الاسبوع السادس او السابع دجله سيلاقي النادي الاهلي 25/11/2019 الساعه 7:30 في استاد بترو سبورت. الاسبوع الثامن الاهلي سيلاقي حرس الحدود من 2/5/12/2019 استاد القاهره، يعني يا اما يوم 2 يا اما يوم 3 يا اما يوم 4 يا اما يوم 5، هتبقى على حسب المباريات الافريقيه للنادي الاهلي ان شاء الله. يعني الاسبوع التاسع الاسماعيلي سيلاقي النادي الاهلي يوم 11/12 الساعه 7:30 في استاد الجيش برج العرب. الاسبوع العاشر الاتحاد الاهلي والاتحاد 15/12 الساعه 7:30 في استاد القاهره الدولي. الاسبوع ال11 المقصه في الاهلي 19/12/2019 الساعه 7:30 في استاد السلام. الاسبوع ال12 الاهلي في اف سي مصر 23/12/2019 الساعه 7:30 استاد القاهره. الاسبوع ال13 الاهلي وطنطا يوم 2/2/2020 الساعه 7:30 في استاد القاهره. الاسبوع ال14 المقاولين العرب في الاهلي 10/1/2020 الساعه 7:30 استاد بترو سبورت. الاسبوع ال15 الاهلي وامبي 14/1/2020 الساعه 7:30 استاد القاهره الدولي. الاسبوع ال16 بيراميدز والاهلي يوم 18/2020 الساعه 7:30 في استاد الدفاع الجوي. ثم اخر مباريات الدور الاول الاسبوع السابع عشر او السبعتاشر الاهلي وطلائع الجيش يوم 22/2020 الساعه 7:30. وزي ما قلت لحضراتكم هتبقى مباراه النادي المصري المؤجله من الاسبوع السادس ستؤجل الى يوم 5/2020. إذن دي مواعيد وملاعب الاهلي في الدور الاول بالدوري العام المصري. بنهنئ الحقيقه اللجنه الخماسيه اذا كان هناك شيء جيد بنقوله، وبنثني بمنتهى الشفافيه وبمنتهى المصداقيه على ما حدث. هو ده اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نشوف جدول بمثل هذا الترتيب، نتمنى ان الترتيب ده يمشي. كل اللي كان ناقص بس ان الاهلي سيلقي مثلا طلائع الجيش يوم 22/2020 الساعه 7:30 في القاهره الدولي بحضور 10,000 متفرج مثلا او 1000 متفرج او 5,000 زي ما يتم اقرار الموضوع. ولكن انا متاكد ان الناس مستنيه تشوف علشان او المسؤولين مستنيين يشوفوا عشان ان شاء الله يقدروا يزودوا عدد الجمهور خلال الفترات القادمه.